اليوم فرحانين بزاف بهذا منتدى المنتخبين الأحرار بحضور بطبيعة الحال السيد رئيس الحزب والكوادر ديال الحزب سواء بالمنطقة الشرقية أو على المستوى الوطني. إذا كانت هنا مجموعة ديال الورشات، حضرنا في الورشة اللي كتهم مغاربة العالم، وكما كتعرفوا أن الجهة الشرقية هي الجهة اللي عندها أكبر عدد ديال مغاربة الخارج. إذا لا الوقت ولا يعني الظرفية اللي دار في هذا المنتدى كان جد مهم، حيث الآن كنعيشوا العودة ديال هاد مغاربة العالم إلى أرض الوطن. كنحييهم يعني بالحنين ديالهم، كنحييهم كذلك بالحب الوطن ديالهم والحب بطبيعة الحال ديال جلالة الملك محمد السادس. إذا اليوم كانت فرصة عبرنا على يعني المشاكل والانتظارات ديال هاد الجالية ديالنا المقيمة بالخارج، واقترحنا واحد المجموعة ديال الاقتراحات فيما يخص أنه يتم واحد الاستقبال ديالهم في ظروف جد إيجابية، وكذلك اقترحنا على الحضور بطبيعة الحال أنهم يكون هناك مكاتب لاستقبال هاد مغاربة العالم والإنصات إليهم على المستوى ديال المؤسسات ديال الدولة والإدارات. فكذلك اقترحنا تسهيل وتبسيط يعني جميع المساطر اللي كتهم هاد مغاربة العالم. كما كتعرفوا هاد مغاربة العالم هي قوة اقتصادية وهي رافعة للتنمية، وخاصة بالمنطقة ديال الشرق، باعتبار كما قلت لك أنها كتنحدر منها واحد النسبة كبيرة ديال مغاربة العالم. إذا هذه الاقتراحات كلها تخدات بعين الاعتبار، ونتمنى إن شاء الله أنه وكما زدنا أن تكون يعني هناك لقاءات، وخا حتى في دول المهجر اللي كتعيش فيها بطبيعة الحال هذه الجالية ديالنا، باش يكون هناك واحد التواصل كبير جدا. انا نبغي يعني نحيي هذه الجاليه، لان واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كتعرفها المنطقه الشرقيه اللي كانوا هما البادرين في انشاء ديال واحد المجموعه ديال الشركات، والاهتمام كذلك ديالهم انهم داروا واحد المجموعه ديال في الميدان الفلاحي على الخصوص، باعتبار انهم لقوا تسهيلات جد مهمه على المستوى ديال القطاع ديال الفلاحه. فهناك الان مجموعه ديال المستثمرين اللي هما مغاربه العالم ولاو كيرجعوا لارض الوطن باش انهم يستمروا يديروا الاستثمار ديالهم في هذه المنطقه ديال الجهه الشرقيه. اذا ما علينا ان شاء الله الا ان هذه التوصيات تاخذ بعين الاعتبار، والسنوات المقبله ان شاء الله يلقاو مكاتب ديال الانصات، مكاتب ديال الاستماع فين يقدروا هما باش يعطيونا الاراء ديالهم، ونستافدوا كذلك من التجربه ديالهم اللي اكتسبوها خارج الوطن، باعتبار ان عندهم اراده قويه باش يجيو يساهموا في التنميه وفي الاقتصاد ديال المنطقة الشرقية. وشكراً.